معانا هاتفيا دكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنه مبيدات الافات الزراعيه بوزاره الزراعه. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. يعني هبدا مع حضرتك من تقرير وزاره الزراعه، تحديدا لجنه المبيدات، اللي اتكلم على اجراءات محدده، منظومه جديده لضبط المبيدات في السوق المصري. عايزين نتكلم اكتر على اليات الضبط دي، يعني ازاي بيتم توزيع المبيدات على الفلاحين والمزارعين بشكل يضمن سلامة هذه المنظومة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنشتغل في منظومة الرقابة أو هنبتدي نكثف جهودنا في المرحلة القادمة في مجموعة من المحاور. المحور الأولاني ان احنا بنرفع الوعي العام لدى التجار ولدى المزارعين من خلال برامج تدريبية مكثفة بتجريها وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وهذه الدورات التدريبية المكثفة بتصل لحوالي، يمكن آخر تقرير عندنا لعام 2017 عملنا برنامج تدريبي لما يزيد عن 2500 تاجر من تجار المبيدات. تمام. هذه البرامج التدريبية بغرض رفع الوعي العام، ده أولا. تمام. الأمر الثاني بيواكب الكلام ده أنه لابد أن يكون لدينا، وبالفعل ابتدينا ننسق، يبقى لدينا جهاز رقابي من كافة الجهات ذات العلاقة، ضمنها شرطة المسطحات المائية والبيئة، وزارة التموين، وزارة الجمارك، المعهد المركزي للمبيدات، إدارة مركزية للمكافحة، كل الجهات المعنية بالرقابة بتعمل معا من خلال منظومة مشتركة، وبنعمل لقاءات دورية، ولدينا خطة عمل بننفذها وبنعمل لها متابعة كل 3 شهور نشوف ما تم تحقيقه من إنجازات وما هي الصعوبات اللي بتواجهنا لإيجاد حلول لها إلى آخره. بجانب الكلام ده احنا محتاجين بقى، علشان الكلام ده يبقى أكثر فعالية وأكثر تأثيرا، محتاجين لتشريعات صارمة. أيوة. كنت لسه هسأل حضرتك السؤال ده. نعم فندم. كنت لسه هسأل السؤال ده، التشريعات اللي بتضبط من المسائل دي بشكل مباشر. تمام يا فندم. لأنه الحقيقة التشريعات اللي احنا بنشتغل بيها الآن لا تصلح للعصر الحالي، احنا لدينا تشريعات من ستينات القرن الماضي، فيعني الجرم شديد ولكن العقوبة هزيلة، فلا بد ان يكون هناك ما يواكب جسامة هذا الجرم الشديد وهو الغش. طب لجنة الزراعة يا فندم في هذا الإطار، لجنة الزراعة بمجلس النواب هل شغالة على مشروع قرار يتعلق بالمبيدات والافات الزراعيه؟ يعني هل في مقترحات لمشاريع قوانين داخل مجلس النواب؟ هناك بالفعل قوانين بهذا الخصوص فيما يختص ببند العقوبات، وتم اعدادها من خلال وزاره الزراعه، والان معروضه في اجنده مجلس النواب، واظن انها في دور الانعقاد الحالي سوف يتم اجازتها. وفي هذه الحاله فان حجم العقوبات سوف يواكب حجم الجرم. تمام. الواقع، لأن العقوبات فيه تصل إلى السجن لما يزيد عن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة 500,000 جنيه زائد مصادرة أي بضائع مغشوشة، زائد تغريم صاحب هذه البضائع تكلفة إعدامها أو التخلص منها. تمام. صباح الخير يا دكتور محمد، بس اسمح لي كده، انا عندي تفصيله عايزه اسال عنها، لانه هي يعني ما فيهاش شيء من صرامه الموقف قوي. يعني دلوقتي انا لما هطلب من المزارع ان هو يجيب لي فاتوره ببيانات المبيدات اللي اخذها من المكان والمصدر والمنتج وكل ده، تمام، سهل انها تتعمل مبدئيا، يعني دايما بيبقى المكاتب اللي بتبيع المبيدات في اي مكان في الاراضي الزراعيه، لو احنا بنتكلم بقى الفلاح، مش بنتكلم ناس مش عارفه بالظبط الامور بتمشي ازاي، فبيبقى اصلا الراجل اللي بيبيع في محل المبيدات ده بيكون يعني ممكن يعمل فاتوره، مش مشكله. المشكله هي في نسبه تركيز المبيد، توقيت رشه، عدد المرات الرش او طريقه الرش، هي دي اللي بتبقى المشكله اللي بتؤدي بعد كده لسرطانات ومشاكل معانا. ازاي هنقدر نراقب اصلا طريقه استخدام الفلاح لهذا المبيد على الارض؟ والله هو سؤال حضرتك وجيه جدا. اتفضل. وانا اشكرك على هذا السؤال. اتفضل. احنا الكلام اللي انا قلته ده جزء من منظومه كبيره. المنظومة بتشمل بالتوازي مع الكلام اللي أنا قلته، إحنا بنعد الآن لمهنة جديدة بيطلق عليها مطبق المبيدات.
هذه هؤلاء المطبقين للمبيدات احنا حاطين خطة مصر تحتاج إلى 50,000 مطبق للمبيدات مؤهل للاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات. طب إزاي هنأهل هذه الناس؟ احنا بنأهلها من خلال برامج تدريبية بتعملها لجنة مبيدات الآفات الزراعية لهؤلاء المعدين لإجراء عملية التطبيق. وإلى الآن احنا تم إعداد ما يزيد عن 2500 مطبق. في الخطة السنة دي إن شاء الله على نهاية 2018 هيبقى لدينا 5,000 مطبق هيشتغلوا في حقول مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها. دي ناس هتبقى مؤهلة مدربة عارفة يعني إيه مبيد، عارفة يعني إيه تركيز المبيد، عارفة يعني إيه تبتدي عملية الرش، عارفة توقيت الرش. ناس لديها ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول. هي دي البداية السليمة. احنا علشان نتكلم كلام علمي وكلام منطقي لابد ان تكون هذه نقطة البداية، والحمد لله احنا ابتديناها ولن نتوقف الا اذا وصلنا الى نقطة ان الامور كلها بقت مستقرة وبقينا على اعلى مستوى في قضايا الاستخدام الامن والمسؤول باذن الله. طبعا دكتور محمد احنا بنشكرك شكرا جزيلا، دكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه مبيدات الافات الزراعيه في وزاره الزراعه. بس الموضوع كبير واحنا محتاجين نفهمه سواء كناس عاديين ما نفهمش يعني ايه في الزراعه وفي المبيدات، لكن احنا اللي بنتضرر او حتى كمان رسائل توصل لاهلنا كمان في كل الدنيا. اهلنا طبعا الفلاح المصري مهم جدا يفهم. يعني ريت ان شاء الله نتفق وتشرفنا كمان في فقره مهمه جدا تكون صباحا. بس انجاز جميل جدا فكره يبقى في وظيفه اسمها مطبق مبيدات، فدي حاجه جديده. عارفه ازاي تشتغل مع الارض ومع المبيدات ان شاء الله. يعني في حاجات غريبه كتير قوي، احنا بنشوف المانجا من الشهر اللي فات موجوده في الاسواق، مع ان طول عمرنا عارفين ان المانجا احنا بنتكلم شهر 8. فيعني ايه انا اشوف المانجا موجوده في مصر كلها في كل الاسواق بكل انواعها؟ ده معناه ايه بقى؟ ولا ليها ريحه ولا طعم. وحاجات وغير المانجا كمان في حاجات كتير قوي من فاكهه في مشكله فيها، محتاجين نفتح الملف ده وان شاء الله دكتور بندعوك كده ينورنا في صباح اون نعرف تفاصيل اكتر واستراتيجيه وزاره الزراعه الفتره القادمه فيما يتعلق بالمبيدات الزراعيه.